مينك انت يا خيال عمشك بخيالي ساكن بقلب البال ما غبت عن بالي مينك انت يا خيال عمشك بخيالي ساكن بقلب البال ما غبت عن بالي بالبال انت هون خيال وما عندك لون تركني عوسع الكون مقهور من حالي بالبال انت هون خيال وما عندك لون تركني عوسع الكون مقهور من حالي سكت الورق قلبي احترق وحروف عم يبكوا خياله مرق عمري سرق صار العمر ملكو سكت الورق قلبي احترق وحروف عم يبكوا خيالو مرق عمري سرق صار العمر ملكو رمزي وين كنتي؟ تارك الباب مفتوح خوفتيني عليكي عملت اللي ما حدا استرجع عمله شو عملتي؟ لحقت الحرامي ركضت وراه نطيت عربشت ضليت وراه لحتى وصلت له بعدين قربت عوشه حطيت عيوني بعيونه خاف صرت صرخ بوجهه طلع فيه صار يصرخ مقابيلي ما كان بده يجاوبني ما كان اصلا بده يسمعني ما بعرف شو صار له كمان خاف صرت انا صرخ وهو يصرخ فوقي قلت له شو بدك مني شو بدك تفهمنا رجع لورا جقرني بعدين سحب سكين من خصره وهجم علي بده يقتلني هربت صرت اركض 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 بعدين طلعت وراي لقيته اختفى بتعرفي هذا السلام شو ممكن يعمل معك تعبان حبي ارتاح خليني فوت ارتاح تعال يعني ما كانش مفروض اخد عن الصبا واشتغل بايده بس يا حرام الصبي متولع ايه؟ ايش تولع وتخمين؟ اخ يا مرتي عقوب اخ يعني الايام عم تتغير والناس من حقها تتحير وعم بتقول شعر كمان؟ طيب لحقت وصلت لهون وحيرتنا معك فيك توقف لنا هالشعر والحكم وتخبرنا ابنك شو صار فيه؟ والله يا مرتي عقوب مرت نجيب يا عمي نجيب ولا يعقوب حيرتيني انت مرات نجيب ولا يعقوب؟ ولك انا مرات نجيب وهي مرت يعقوب ولك ايه مثل بعضها هيدي البنت اللي ريتنا ما ننذكر معي قبري ستة فوق روسنا وموقفت لحورس حارس؟ ايش قصدك يا برهان؟ قصدي هيدا حرومي الاكل وقف على باب بيتها فوق عرفتي كيف؟ من قبل ما توصل هيدي المنحوسة لفوق هو بلش يحرك وما كان يهدي يعني شو بدي اقول لك نشكر الله ما مد ايده علينا بس مشترك حدا من شره بس مركز علينا اعتمد يا برهان وفهمنا لنفهم كيف يعني مركز عليكم وما قرب صوبكم يعني كيف بدي اقول لك انه ما مدش ايده على مزرعه بس شفتوا حامل نمرود انا والصبي حامل نمرود كيف يلا شباب عنا سلف ديفس وأنا بلاقيكم عالجيم
ومعروف انه بيساعد الواقعين والمخبوسين والمضروبين على قلبهم، ما هيك؟ ايه مزبوط مزبوط، بيساعدهم وبيحرس البيوت وبيسرقها كمان. ايه عش قصدك يا برهان؟ قصدي طلع ابني لعند هيدي المنحوسه ليستنطقي، لقى حروم الاكل واقف بباب بيتي، واش فكركن لطش منه؟ بورودة الخمس اضروب، يعني بعده لم اوس فيها ضرب ولا مقشقه ولا مزيته. وايش كانت عم تعمل البارودة بالليل مع ابنك ببيت الصبيه؟ يا عمي عالنقزي اخذها احتياط، اش فكركن انتو يعني؟ قبل ما يخلق الصبي، قبل ما يخلقوا بنص النهار وبطقه الظهر، افش ابن مره بيسترجي يفوت على هالبيت. الحرامي لطش منه البارودة، وبعدين؟ بعدين ما مرق على الشغل يومين الا وصورت حولتنا بالوين. اخ بيخطر عبال الصبي خاطر انه لا تكون البروده بعد اللي بدي بارضه. ما من شوي قلت انه الحرامي شلحوا البروده. يا عمي شلحوا البروده يعني وقع له اياها بالارض، هيدا حرومي همجي، ابي فهمش بشي، عايش مع الوويه، اش فهمه بسلاح يا عمي؟ حوصله ابني عربش على هالموتورسيكل وطلع يفتش على البروده. ولقاها؟ لقاها بايد البنت المنحوسه، الضرب ببيت النور ومصوبتها على صدره، يعني على لحظه طلعنا بلا الصبي. رجع لكم سلوم بلا البروده. وبلا الموتورسيكل. ايش يعني؟ ايش يعني؟ البنت المنحوسه مصوبه البروده على صدره وحروم الاكل سرق له الموتورسيكل وهرب. يعني معك حق، الحرامي عم يشتغل حارس عند البنت الغريبة وستة المنحوسة. وإيش غيرك يا مختارة؟ كنت تقولي عن ستة ساحرة، صرت تسميها المنحوسة؟ إيش طالع بإيدي؟ مختار مانعني أقول عنها ساحرة. وبسلامة فهمك، إيش نفع المختارة إذا بيزعل منها المختار، مش هيك؟ بعتذر منك يا مختار، ما كنت حابب تقل عليك برات الدوام. أهلا وسهلا فيك بمكتبي جوات الدوام وببيتي برات الدوام. صلنا عمر بنسمع هالجملة بدها يعوضكم. المختار يعقوب بيعرف كل شيء وما بيحكي، ومرت المختار ما بتعرف شيء وما بتسكت. أنت أول واحد بيقولها بوجهي وبصراحة. هيدي حقيقة معروفة، ليش تخبيها مختار؟ وهلا شو بقدر أخدمك يا بيك؟ مختار معك خبر، أنا والأستاذ رشيد وهالشاب السوري اللي عملتوه رئيس بلدية. هيدا الشاب السوري لبناني أكتر مني ومنك، عاش وربي بسوريا. نحنا ما عملناه، انتخبناه رئيس بلدية. المهم هلأ نحنا متفقين إنه نرفع قيمة العقارات يلي بتطلع الضيعة وكل الدنيا، ونعمل أحلى مشاريع. خير ما بتعملوا يا بيك. وبلشنا نرمم البيوت ونصمم فيلل وأوتيلات وملاهي ومطاعم. وإيش بتعجب خاطرك يا مختار؟ الله يأخذ بإيدكم. والله كنا موعودين السبت الماضي، بس ما جيت هالبنت نزعت الجم. ما عم بفهم يا بيك. بنت ورثت بيت عن ستها وجاي تسكن بملكها. ايه بتنزع منطقة بأمها وأبوها؟ هيدا اللي صار. اللي صاير بيني وبين هالحرامي مش صاير مع أي حدا تاني. أول شي كان يسرقني، أو بالأحرى سرقني كذا مرة، وفجأة بطل. بس ولا مرة سمعت إنه فات على زيت البيت عدة مرات إلا معي. ولا مرة جرب يرسم الشخص اللي عم بيحاول يسرقه ويعمل له إياها هدية. بس اليوم هجم علي بسكين وحاول يقتلني. ما بعرف شو ناطرني لبعدين. أنا الموضوع موترني كتير، خاف عليك. ما تخاف، أنا مش خايفة. تعرف ما جيت هالبنت وعد قصص من الماضي كانت مخوفة الناس من ضيعتكم. وعي الحرامي الغريب العجيب ووسع مشاريعه، ومش بس عم يسرق، صار يحرق ويطفي الحريق ويخطف ولاد الصغار. باختصار شو المطلوب من المختار؟ مثل ما بلشنا الحديث، المختار
بيعرف كل شيء. قصدني افشي لك شي سر؟ ايه اعوذ بالله. ولو يا مختار، انا بعرفك من سنين وما بغلط معك. انا عم بحكيك عن مصلحه مشروعي ومصلحه هالضيعه. كيف؟ شغلتين بتقدر توقف كل المشاكل يعني. واذا قدرنا هيك نكثف اتصالاتنا بالداخليه والامن لينلقط الحرامي ونخلص من سيرته قبل ما يختفي ويخفف نشاطه لاخر مره. كنا شغالين هالموضوع مع النشاط البلدي وبعدين اختفى، تغيرت اولوياتنا. ايه بس هلا رجع وكتر ووسع مشاريعه ومختار. فينا نحرك القضيه مع الداخليه والمجلس البلدي. وتاني شيء، تاني شغله البنت شفتها وبعرفها وسمعتها منيح، نوعا ما بخوف، بس الزهران بالضيعه لقطني عليها شغله لازم تتوضح. شغله شو؟ البنت عرفت على حالها انها بنت ابنها لياسمين. نعم مختار، انت ادرى بالحقيقه. اي متى ياسمين لحقت يكون عندها صبي ليصير عنده بنت وما حدا يدرى فيهم؟ شو إلها علاقة أصل وفصل البنت بمشروعكم واستثماراتكم؟ مختار، الحقد بين الضيع والعيال إذا لحق والتقى مين يولعه ما حدا قادر يطفيه. طيب وهلأ شو بتقترح يا بيك؟ ليك، إذا واجبك كمختار بيمنعك تكشف سر هالبنت وعائلتها وتدل عليهم، أنا بقدر موقفك. بس إذا معلوماتك بتقول إنه هالبنت لا من سليلة ياسمين ولا من جماعتها وترك الناس تتقتل بسببها 60 سنة على المخطرة، عواجب المختار. بنت ضمرك بخاطرك. هاي هاي، كيف الناس؟ منيح، انت؟ نسيته. الأستاذ رشيد إنسان مهم. شوف حالي بعائلتنا لما فكر طلع منا رجال مثل الأستاذ رشيد. ليه شو عامل عن جديد؟ كل هالسنين حافظ على بيتنا. لأول مرة بشوف ضيعتي على ضو النهار مثل ما كانوا أهلي يعرفوها، بذات اللحظة اللي انحفرت ببالهم قبل ما ينجبروا ويتركوها. تعرفه الأستاذ رشيد مثل ما حافظ على الحجر حافظ كمان على ذاكرة بيتنا. كان مطلوب بي يموت هون بلحظتها، بس أمك هالمرة القديرة ما سمحت لهم يعملوا مثل ما بدهم. بس أمك خلصت جوزة من الموت وسمحت لعائلتنا تكمل واربحك أحلى وأطيب أخت. كل هالنعم يا أختي، كل أوجاع بي اللي شفناها وسمعناها على مدى سنين كلها كان فيها متكون. يا ابني المرأة بتفرح لمن يجيها صبي، ما مثل البقرة. ليش عم تحكيني هيك؟ لأني فرحت على أساس قلت بكرة ابني بيكبر بصير زلمة رجال، ما معجل ما ناقصه إلا يكون ذبيحة. أنا عم تقلي لي ذبيحة كأمي؟ أنا عم تقلي لي ذبيحة؟ لك يا ابني
الصفنة والحرد والدموع همنن للرجال. قادر تهجم وترد البارود والموتورسيكل عفاك، مانكش قادر حضر حالك لتصير رجال، هز حالك وخليك زلمة. هيك عمي كل يوم دروس دروس، كيف يعني هز حالك وخليك زلمة؟ زلمة بهز يعني كأمي؟ المهم تحكي طالع نازل يعني كأمي؟ هز حالك، زلمة بهز كالله. شوفي الحقني تمام شغلك. هلا مين كلفك تعمل جاسوس على خي جوز عمتك؟ خي جوز عمتي عمل شغلته يضايقك من لما توفى جوزك، فقلت انا بشوف شو عم بحضر. وشو بتستفيد اذا خبرتني انه اجتمع بالمختار؟ عم يجرب يمضيك وراقه نصيبك من الورده، فأنت بتعرف شو بينفع المختار. عاطف بيعذب بس ما بيغدر، والمختار ما بيغلط لا معي ولا مع حدا غيري. وإذا مثل ما عم بتقول إنه زيارته إلى علاقة بورقنا وأملاكنا، فهيدا الشيء بيطمن البال. عمتي من لما توفى بي وبداية مرضه في شي خبر بيطمن طلعنا من بيت العطار؟ إذا بدك ما أقطع علاقتي معك، ضل معتبرتك ابن خي وبمعزة ابني، شيل من راسك كل هالقرف اللي جمعته من حكي امك. عم تفهم؟ امي نورتنا على مشاكل الناس اللي عطرونا والعطروكي. فريد انا بحياتي ما قلت كلمة عنا غلط، ما تجبرني. قولي ليش عندك شي تقولي ضد امي؟ شغلة وحدة بس حقيقتها. صحتين مختار. شوفي زعلان من المختار؟ ها انا وكل المختير متفاهمين، ما في جنس الزعل. مالي تدخل بالمختير، عم بسألك عن المختارة. حددي مختارت أي ضيعة؟ مختارت بيتك يا مختار، زعلان من نجلة؟ تزعلش مني. أول طلعتنا كنت تقضيها حردين علي. كنت معان بالصلحة، والصلحة ما في أحلى منها كان. وإسا؟ إسا ما في أحلى من الرواق. يلا خاطرك. وينك رايح؟ عندي شغل. إيه؟ شغل يوم السبت؟ لا تكون رايح عند هيدي البنت. انتبهي يا نجلة، إذا بحرت هالمرة ما تتأملي بالصلحة. لحقنا وبدنا نجهل ونتولدن على كبر. نتولدن ونجهل مطرح ما بتليق الولدنة. خاطرك. قطع من ترويقة لبنان. معك حق. هلا ما نخلص أكل مطلع من كفي نوم. قدرت استفيد من علمك وخبرتك قبل ما اخسر الماما. كيف فيك تعمل شيء؟ كنتي تعرفي عن مرضى؟ بعرف وجعها. حكي معها؟ برات بيتكم. كنت تشوف الماما برات البيت؟ قبل ما هي تمرض وقبل ما انا انشمس. وين كنت تشوفيها؟
ببيت خيي الكبير نجيب بيك. كنت تزوري بيت خيي نجيب؟ ايه مرت جمانة كانت أعز رفيقة لإلي، كنا أقرب من الإخوة. أنت وجمانة كنتوا رفقة؟ أغلى رفقة. جمانة اللي ما بتقبل نجيب سيرتك وبضل تحكي ضدك، ما بتقبل حتى ندافع عنك؟ ايه أنا وجمانة كنا أعز الأصحاب. شو صار؟ كانت قريبة لأمك، يشكوا لبعض. جمانة هي اللي خبرتني عن وجع هيام. وجعها مش من المرض؟ المرض من وجعها. سبب بيي؟ لا، بيك فواز إزاها، بس مش هو السبب. مين السبب؟ أمك وجمانة كان عندهم زيت الوجع، وجع مأذي اسمه نجيب بيك العطار. جمانة وقعت بين إيدي وصارت مرته. أمك هيام هربت منه وتفركشت ووقعت بين إيدي فواز بيك. مش زيت الوقعة، بس زيت الوجع. مش مثل ما مبين عليك. يا حقول شو بدك؟ يا اسمعني، أهلا بالمختار، شو جابنا عبالك؟ أهلين أهلين مختار. إيه والله نفس عجمي على الأصول، هلأ بيجي بوقته. لا يا مختار، بعدنا مندخن عجمي. شباب هالأيام عكس السير، نحنا مندخن تنبك ومناكل فواكه. طيب طيب، نص ساعة بالكتير. مع السلامة. المختار يعقوب ما بيعزم على الأرجيلة بلا سبب وجيه. أكيد بده يهرب من ضجة المختارة. شو جابوا صوبنا هالمرة؟ ما بعرف. شو أخبار بشارة يا أستاذ؟ أخباره طيبة وبترفع الراس، بس ما بيعطيني من الموضوع إلا طرفه. عظيم، هيك اللي بيهتم شغله هيك بيعمل. مثلك يا مختار. والله يا أستاذ نحن بإيدنا الختم والباقي بإيد أصحابه. شغلتنا نختم على الموجود، لا نغير ولا نقربر. عيون التل موفقة بأحسن مختار. والمختار حابب يستشيرك بشغلة حساسة. وأنا بالخدمة. أستاذ رشيد، في شخصين بهالضيعة ما قالن تالت بيعرفوا سر هالبنت رجعت لنا من بيروت. الكل صاروا يعرفوا انه اما ربا بنت خيي انطون. بيا بيكون ابن ياسمين وجوزها الدكتور فرح. والكل صار يعرف انه شخصية وهمية من تاليفي وتلحيني. طيب شو المطلوب؟ مين في بالضيعة غيري انا وياك بيعرفوا انه هالبنت بيا عصام ابن فواز المضروب على قلبه؟ ما حدا. ياسمين الله يرحمها وقت اللي تبنت هالبنت عملتني وراق وهمية، كانت الدنيا فلتانة، بس الوراق شكلها قانوني. هالوراق هلأ إذا انكشفت
تسبب مشاكل إلنا وإلها. ومين رح يكشفها؟ نحنا. وشو اللي جابرنا؟ زهران ضيعتنا شايفين كم مستثمر هجمين يستثمروا بإخراج هالضيعة. بقى لمنا ببعضهم بلشوا يتفاوضوا مع أهالي البساتين ليفتح له مشاكل بيننا وبينهم يجبروا المستثمرين يشتروا رضا. هلا زلم فواز صاروا يعرفوا يشتغلوا أحسابهم؟ بس ما قدروا يقنعوا حدا بضيعة البساتين. أستاذ زهران بيعرفوا شو سمعت الأوادم مثل ما عملوا ياسمين. إذا قدروا يقنعوا أهالي البساتين إنه لين مثل ياسمين تتعاطى مع الأرواح والجين، شو بيعود يهديهم؟ الزهران شايفين عاطف بيك العطار جاي يستثمر، بقى على الروية تفولوا ريشه. بمين؟ ببنت خيك لين. طيب هي البنت مش حابة تعترف بجد المجرم وبتخلي زلمه يكملوا جريمته؟ ما جاوبتني، كأنك بدك تفسر لي شيء. ما عم بقدر أفهمك. يا مختار، هالسر ملكها مش ملكنا. يعني لا هي نقت تجي على الدنيا، ولا اختارت مين جدها، ولا حتى الست اللي ربتها. قلت لك يا استاذ المختار ما بياخد قرار. بقى بموتك على هالبنت، خليها تشلحهم سلاحهم الوقح. يا مختار بتعرف، لولا وساخة فواز خاطر، هالبنت كانت ثروة لإلنا. بعروق اجتمعوا بيت بدور وبيت خاطر لما كان القتل ماشي. عاطف بيك خال بيا، جمانة الحاقدي مرت خال بيا، وياسمين حمود بنت ضيقة البساتين ربتها وحميتها، جامع الكل ومستحي يتعرف بأصلها، ومستكتريني علي انتقامي من فواز خاطر. انتقامك بتباركوا الضيعة والإنسانية، واللي عم يتحضر بيريح فواز من انتقامك. بأحب شخصين عقلبي. كيفك لين؟ أهلين مختار، تفضلوا. تفضل مختار. شو أخبارك؟ صباح الخير عبوطة. بليز ما كنت تخيل ان رح اوصل لهي اللحظة. ليه؟ كنت حاسس حالي هيك بحلم، انه اجتمع انا وياكم هون بالضيعة، بس طلعت حقيقة شيء كتير حلو. والله انا اكتر بنت محظوظة بهالعيلة. وليش بقى؟ لأنه خيي الكبير وخيي الصغير معي هون. وين؟ ببيت أهلنا. بعد ما فقنا بي؟ بلا، نص غافة تروقنا ورجعنا في التنم. جازوا حالكم يوم السبت، في عنا 100 مشروع نعمل. I'm in بكل المشاريع. دخيله أنا.
كنت عاملة حسابي أصمت لحالي بين هالأربع حيطان ودافع عن كذبة ياسمين. تعبتي؟ وبدك ترجعي لحياتك؟ لا تعبت ولا تجرت، خلص حياتي صارت هون، ما عم بهدى. عايشي بهالقرنة وما عم تهدي وما عم تتجري؟ اسمعيني منيح وشغلي عقلك. شو طالبين مني؟ خلي الضيعة كلها تعرف اللي بعرفه أنا والمختار وحدنا. لازم تعلني أصلك وما تسمحي لهم يأزلوكي مثل ما عزلوا ياسمين. ليش؟ جدك اخترع حرب وهمية ضد الضيعة اللي حوالينا، نفعت معلمينه. جدك ما كان وحده، استقوى بجيش غريب واستفاد من بساطة الناس اللي صدقوه. فواز ما كان عنده الذكاء والتخطيط ليعمل اللي عمله وحده. ذكي اللي خطط لكذبة فواز نجيب بيك العطار، خال بيك، خي أمه الكبير، جوز جمانة صاحبة المطعم، عرفتيه؟ بس ليش عمل هيك؟ فيك تعرفي من النتيجة. لو ما يعمل هيك ما كانت رخصت الأراضي وما كان اشترى هالجبل بتراب المصاري. جمانة قدرت تحصل من جوزة كل أملاكه بالساحل وبالضيعة، جبل ما عيني لا شيء، ورثته العيلة إلا حصة صغيرة لجمانة كون المرأة اللي بخلفت. بس أنا شو دخلني بهالموضوع؟ الكذبة اللي اخترعها نجيب بيك العطار تيشتري هالجبل كله بالرخص، فين مين عم يحركها هلا تيجبروا خيو عاطف يدفع الفرق؟ مين؟ تلاميذ جدك فواز، بل زعرانه ناولين يفتقلوا مشاكل ضد ضيعة البسيتين تيهشلوا الناس ويمنعوا الاستثمار. شو بيطلع لهم؟ عاطف بيك مش مثل خيو، هذا بزنس مان عاقل ومهذب ومش صاحب مؤامرات. إذا قدروا يحركوا الضيعة ضدك مثل ما عملوا على دور ياسمين ويحمسوا ضيعة البسيتين تدافع عنك لأنه أنت منهم وفيهم، خربت الدنيا. نقدي من عاطف بيك العقارات المفروزة من المشاع التابع للدولة، وأبو ضيعة البسيتين بحطوا إيدهم على كم عقار تابع للوقف. كل هالأشياء بتوقف وما بتصير. إذا أنا بقول إنه جدي فواز خاطر، موقف ما بيشرف صحيح، بس بيوفر حزن ووجع ودمار وبيمنع زلم فواز يكملوا مشروعه وأحسابهم وقرارك. هيك بدي شوية وقت لفكر، بدي أحكي مع قريبين ياسمين. حقك يا بنتي، حقك، بس ما تتأخري. شو عبالكم تشربوا؟
شو تركتي لي هون يا ستي؟ صارت هلا بعدها تعبانة؟ أكتر عصام؟ لوجهك أصفر؟ تفتكرها ماتت؟ بعيد الشر افتكرتها مش عرفتني وبعدين؟ قلت اسمي أنجا سمعتها بس فهمت من تمتم تشفيفها أنا قلت عصام شد حالك خيي ما بقي لغيرك من يزوره ويسأل عنه كلفنا الرجال يهتم بخيه الخسع رجعنا لقينا حكي نسوان بين الخيين أمي عم تموت شو منعمل اللي بيموت بيرتاح واللي بيبقى مجبور يعيش ما بيزعل على روح؟ أكيد بيزعل شو فكرك أنا مش زعلان على أمك؟ ولو اعتبروها فرس عشت بيناتنا كل هالأمر معقولي بقى تأثر بموتتها زعل رجال مش زعل نسوان شو فكرك أنا مش زعلان على أمك؟ ولو اعتبروها فرس عشت بيناتنا كل هالأمر نحن مش أول بيت بمثله حدا علينا واجبات ورح نعملها بس ندبط بيض وجه وحركات أهل ضيع راسنا ما بيعمل بس في نسوان يا ريس بيبقوا ناطرين هالمناسبة تقتلون لساناتهم تمنعون يقربوا على الفقيدة بعدين هيدي مش حيالله حدا هيدي بنت العطار قبل ما تكون مرت الرئيس فواز وأم ولاده يعني مركزها ما بيسمح مين ما كان يشمت ويرجع يعمل لي حاله مفجوع أمرك رئيس رح نخرسنهم أنت وأخوتك ما تتسيخفوا حمل كبير ونزل قنطار معه نجيب باك العطار ما بقى عنده حجة يدخل بحياتنا اللي عملتني صهره حست عدمها وفلت علت وبالآخر فلت هم وراح عمشك بخيالي ساكن بقلب البال ما غبت عن بالي مينك انت يا خيال عمشك بخيالي ساكن بقلب البال ما غبت عن بالي بالبال انت هون خيال وما عندك لو تركني أوسع الكون مقهور من حالي بالبال انت هون خيال وما عندك لون تركني أوسع الكون مقهور من حالي سكت الورق قلبي احترق وحروف عم يبكو خياله مرق
سكت الورق قلبي احترق وحروف عمي.